السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امبارح الصبح حصل زلزال قوي جدا في اثيوبيا بقوة خمسة ريختر. وده بيضيف ابعاد جديدة لمخاطر سد النهضة اللي بتثير جدل كبير من اول يوم بدأوا في بناء هذا السد الزلزال حصل الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا تماما بتوقيت القاهرة وكان متوسط في قوته لكن اللي بيزود الخطورة انه حصل على بعد مش كبير من سد النهضة وده ممكن يبقى ليه تأثيرات خطيره على سلامه السد في المستقبل. حول هذا الموضوع هتدور حلقتنا فيلا نبدا بسم الله. أستاذ الجيولوجيا والموارد المائيه في جامعه القاهره والخبير المائي الدكتور عباس شرائي قال في تصريحاته إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومتر وكان على بعد حوالي 570 كيلومتر شرق سد النهضة و140 كيلومتر من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. المنطقة اللي حصل فيها الزلزال هي منطقة الأخدود الأثيوبي اللي بيعتبر امتداد للأخدود الأفريقي العظيم. المنطقة دي يا إخواننا بالذات معروفة إنها نشطة زلزاليًا وده بيخلينا نسأل نفسنا ايه اللي ممكن يحصل لو في زلزال اقوى من ده ضرب المنطقة قريب من السد هل هناك اخطار محتملة على سد النهضة بسبب هذا الزلزال المعروف ان سد النهضة بالنسبة للاثيوبيين طبعا من اكبر المشاريع اللي بيعولوا عليها الكتير واللي منها طبعا استخ... استخراج الكهرباء والسد ده لو حصل في اي مشكلة نتيجة زلزال او هزات ارضية متكررة فده ممكن يبقى كارثة مش بس على اثيوبيا لكن كمان على دول المصب مصر والسودان كمان لو حصل انهيار للسد لا قدر الله فملايين الناس في السودان هيتعرضوا لخطر الفيضانات الفجائية بل ممكن يختفوا أصلا ده غير الخسائر اللي هتحصل في الزراعة والمية اللي مصر معتمدة عليها بشكل أساسي وطبعا الكلام ده كلام علمي بحت يعني ملوش أي علاقة بأي أمور تانية الحقيقة إن موضوع الهزات الأرضية والزلزال اللي حصل إمبارح مش أول مرة العلماء يحذروا منها، في تحذيرات من خبراء في مجال المياه والهندسة بأن السدود بشكل عام بتكون عرضة للانهيار لو ما كانتش معمولة بشكل دقيق وقوي يقدر يتحمل الهزات الأرضية. الدكتور عباس شراي أكد إن سد النهضة نفسه مبني في منطقة مليانة بفوارق زلزالية، وده بيمثل خطورة كبيرة خصوصًا لو الزلازل اللي بتحصل هناك بدات تتزايد في قوتها او في عددها. اللي بيخلي الوضع اكثر خطوره ان عمليه البناء في سد النهضه ما كانتش دايما خاليه من المشاكل الهندسيه. في مثلا تقارير بتقول ان فيه عيوب في تصميم السد او حتى في جوده المواد المستخدمه في البناء زي الاسمنت والحديد مثلا جودتهم مش هي اللي تستخدم في بناء سدود وده بالطبع. بيشكل قلق كبير وربما لو حضراتكم فاكرين اغتيال كبير مهندسي سد النهضة ده قبل عدة سنوات كان بسبب حاجة زي كده الراجل اكتشف ان في تزوير في حاجة فقالوا انتحر وهم اغتلوه ومع كل تحذير جديد بخصوص مخاطر السد فالحكومة الاثيوبية كانت دايما صمة اذنها بتعاند وبتأكد ان السد امن وانه مصمم بحيث يتحمل اي هزات ارضية وزلازل بس الواقع اللي بنشوفه النهارده بيقول غير كده الزلازل دي بتهدد استقرار السد حتى لو كان السد متصمم على انه يتحمل الزلازل ففين الضمان ان ما يحصلش حاجه لا قدر الله طيب ما هي ردود الفعل المصريه ده اللي احنا عايزينه طبعا مصر من اول ما اتبنى سد النهضه ده وهي بتعبر عن قلقها من تاثيراته المحتمله على حصتها من المياه وخدت مصر كل الطرق الشرعية علشان تحافظ على حصتها دي علشان لما تلجأ للحل العسكري مثلا يبقى برضو ده حقها فاللي هم عايزينه دلوقتي فاللي احنا عايزين نقوله دلوقتي ان مش بس الميه اللي بتقلق مصر، لا، كمان الخطر الزلزالي اللي ممكن يكون ليه تأثير كارثي على السد ده. مصر معتمده على نهر النيل بنسبه كبيره جدا في توفير مياه الشرب والري، واي انهيار للسد ممكن يعطل حياتها بشكل كامل. بنفكر حضراتكم طبعا ان فيه دعوات مستمره من مصر بضروره وجود اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثه، مصر والسودان واثيوبيا، لكن اثيوبيا ما زالت حتى الان بتعاند. المفاوضات طبعا لسه ماشيه لكن بشكل بطيء جدا. ومع زياده التحذيرات من اخطار السد فبقت المطالب المصريه بتاخد طابع مستعجل اكتر. ايضا فيه سؤال بيبرز هنا وهو ما هو مستقبل سد النهضه في دور التحذيرات الجيولوجيه من العلماء المختصين في الجيولوجيا؟ اثيوبيا كانت دايما بتروج لسد النهضه على انه مشروع قومي ضخم هيخدم البلاد اقتصاديا وهيولد كهرباء للمنطقه كلها بل هتصدر كمان زي ما قالوا بس مع مرور الوقت بقت الاخطار حوالين السد اكبر من المنافع المتوقعه واتضح ان كلام اثيوبيا كله هري وكد في كد الزلازل والهزات الارضيه بقت خطر حقيقي ومش بس على السد لكن كمان على حياه الناس اللي عايشين في محيط السد المهندسين والخبراء في مجال الميه بيقولوا ان لازم يكون فيه مراجعه شامله لكل الجوانب الفنيه والهندسيه للسد ده ولازم اثيوبيا تاخد الموضوع ده على محمل الجد وتبص على اي تحذيرات جايه من العلماء المتخصصين في الموضوع ده الحلول الوقائيه زي تقويه السد او تخفيف الضغوط عليه ممكن تبقى مطلوبه في المستقبل القريب وما ننساش كمان نتكلم عن المخاوف السودانيه اللي ساكتين خالص الحقيقه ومشغولين في اللي هم فيه، لأن السودان من الدول اللي هتتأثر بشكل مباشر لو حصل أي مشكلة في سد النهضة. السودان بيعتمد على النيل الأزرق في توفير مياه الشرب والزراعة، ولو حصل لا قدر الله انهيار في السد ده هيبقى فيه فيضانات ضخمة جدا، هتغرق مناطق واسعة من السودان. الناس هناك عايشة على حافة الخطر، وكل مرة بتحصل هزة أرضية جديدة في إثيوبيا، القلق في السودان بيزيد. السودان كان دايما بيطالب بحل دبلوماسي للمشكله دي وبيحاول يلعب دور الوسيط بين مصر واثيوبيا لكن دلوقتي بقى عندهم مصلحه مباشره في التاكد من سلامه السد ده لانهم مش عايزين يتحملوا التبعات لو حصل اي انهيار طبعا اما بقى بالنسبه للموقف الاثيوبي فاثيوبيا لغايه دلوقتي بتصر على ان سد النهضه امن وانه مصمم بحيث إنه يتحمل أي تحديات طبيعية زي الزلازل، بس الناس عندها تساؤلات كتير حوالين الموضوع ده، هل فعلاً السد متصمم بحيث إنه يستحمل زلازل قوية؟ وهل هتقدر إثيوبيا تاخد كل الاحتياطات المطلوبة لضمان سلامة السد ده في المستقبل؟ الأسئلة دي لسه ملهاش إجابة واضحة حتى الآن، والوقت هو اللي هيكشف الحقيقة. خلاصه الموقف الزلازل اللي بتحصل يا اخوانا وخاصه الزلزال اللي حصل امبارح ده بيحط السد الاثيوبي في موضع شك كبير وكمان بيزيد القلق حوالين مستقبله. سد النهضه بقى ملف حساس جدا على كل المستويات مش بس المفاوضات السياسيه لكن كمان على المستوى الامن المائي والامن الهندسي ايضا. خلونا بعد دلوقتي نربط بين الوضع السياسي والامني في اثيوبيا والحرب الاهليه اللي مشتعلة هناك وتاثيرها المباشر على السد اثيوبيا من اكثر الدول اللي بتعاني من صراعات داخليه وحروب اهليه بقالها فتره طويله الصراع ما بين الحكومه الاثيوبيه وقوات جبهه تحرير تجراي كان ليه تاثير سلبي جدا على استقرار البلاد الحرب دي مش بس اثرت على الوضع السياسي والاقتصادي لكن كمان أثرت على القدرة على متابعة المشاريع الكبيرة زي مشروع سد النهضة. لما تكون الدولة في حالة حرب زي اللي بيحصل في إثيوبيا كده فبيبقى من الصعب جدا إنك تضمن إن المشاريع دي هتتم بشكل سليم أو إنها هتستمر في العمل بدون مشاكل. الحرب الأهلية في إثيوبيا أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي. وده أدى لوجود مشاكل في تمويل المشاريع الكبرى بما في ذلك سد النهضه. فيه تقارير بتقول إن تمويل السد اتأثر جدا بسبب عدم استقرار الوضع في البلاد، وده ممكن يؤدي لتأخير في مراحل البناء أو حتى عدم القدره على إتمام المشروع بالجوده المطلوبه. كل ده بيزود من القلق حول مدى متانة السد، خصوصا في منطقه زلزاليه. زي اللي حصل فيها الزلزال امبارح كده. كمان الحرب الاهليه اتسببت في تدمير جزء كبير من البنيه التحتيه في البلاد واللي من غيرها صعب جدا انك تحافظ على سلامه المشاريع اللي زي مشروع السد كده. كتير من الطرق والاتصالات والمرافق الحيويه اللي بتدعم سد النهضه اتضررت او اتدمرت بسبب الحرب. ده معناه ايه؟ ده معناه ان حتى لو السد متصمم على اساس هندسي قوي فوجود بنيه تحتيه متدهوره هيعوق اداره السد بشكل سليم او الاستجابه لاي طوارئ زي الزلازل او الفيضانات. بسبب الحرب كتير من الكفاءات الاثيوبيه في مجالات الهندسه واداره الموارد المائيه بقت مشتته او حتى خرجت من البلاد. الصراعات الداخليه خلت ان من الصعب انك تجمع فريق متكامل يقدر يشرف على مراحل تشغيل وإدارة سد النهضة وده المطلوب طبعا بالنسبة لمصر والسودان يعني حتى لو تم الانتهاء من البناء هل إثيوبيا قادرة فعلا على إدارة السد بشكل سليم في ظل الظروف الحالية طبعا ده سؤال مهم جدا والإجابة لا لأن إدارة السد بشكل صحيح أمر حيوي لتجنب أي كارثة مستقبلية طيب ما تيجوا ناخد الخلاصة من الموضوع ده كله الخلاصة سد النهضه بقى موضوع سياسي بامتياز في اثيوبيا، خصوصا ان الحكومه بتستخدمه كرمز للقوه الوطنيه والنجاح الاقتصادي، ومع ذلك الحرب الاهليه ادت لتفكك النسيج السياسي والاجتماعي في البلاد، وده ممكن يضعف موقف الحكومه في المفاوضات مع دول الجوار زي مصر والسودان. في ظل الانقسامات الداخليه الحكومه الاثيوبيه ممكن تكون مشغوله اكثر بمحاربه جبهه تحرير تجراي وغيرها من الجماعات المسلحه هناك بدل ما تركز على انهاء النزاعات الاقليميه بخصوص السد. ايضا مع حدوث الزلزال ده فالوضع بقى اكثر تعقيد. الاثيوبيين دلوقتي مش بس بيواجهوا حرب اهليه بتمزق البلاد لكن كمان عندهم تهديدات جيولوجيه من الزلازل اللي ممكن تاثر على سلامه السد. مع كل ده السؤال اللي بيطرح نفسه برضه هو هل إثيوبيا قادرة فعلا على مواجهة كل التحديات دي مع بعضها؟ الحرب الأهلية بتستنزف موارد البلاد وبتخليها غير قادرة على التعامل مع الأزمات التانية زي الأزمات الطبيعية أو حتى السياسية مع الدول المجاورة وأزمة الزلازل كمان وما ننساش الخلاف الحدودي مع الصومال كل الأزمات دي بتضغط على الإثيوبيين فقولا واحدا لن تستطيع إثيوبيا لانها اضعف من انها تواجه كل الازمات دي. ختاما الوضع في اثيوبيا بقى معقد جدا بين زلازل بتحصل في مناطق قريبه من سد النهضه وبين حرب اهليه بتدمر البنيه التحتيه وتفقد الحكومه قدرتها على اداره مشاريعها الكبرى فبقى من الصعب جدا التنبؤ بمستقبل السد ده وطبعا الحرب مع الصومال. فنسال الله ان يرد كيد هؤلاء الاثيوبيين في نحورهم وأن يحفظ بلادنا من شرورهم وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يوفق ولي أمرها لما فيه الخير وأن يحفظ بلادنا العربية والإسلامية كلها من كل شر وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته